معجم الغيبة والظهور. خلف عين الشمس. في بدايات القرن المنصرم، أي في سنة 1929 ميلادية، اكتشف تلسكوب هابل ملايين من المجرات في الكون السحيق، وإن هذه المجرات تجري في الفضاء متباعدة عن بعضها البعض وبسرعات هائلة مضطردة. وهذا لا يعني إلا شيء واحدا، وهو أن الكون في تمدد حجمي واتساع مستمر. وهذا الاكتشاف المذهل هو عين ما أخبرنا به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عن طريق القرآن المنزل قبل أكثر من 1400 سنة. قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ولقد أمكن بواسطة التلسكوبات البصرية الكشف عن مدى عمق هذا الكون واتساعه، إذ اكتشفت ما يقارب 600 مليون مجرة، كل مجرة منها تحوي الملايين من النجوم. وفي مجرتنا المسماة درب التبانة فقط يوجد ما يقارب 100 بليون نجم، أحدها شمسنا التي تدور حولها الكرة الأرضية التي استعمرها بنو البشر. وكما اكتشف العلم حقيقة اتساع الكون متأخرا رغم إخبار الوحي عنها، سيأتي يوم يكون فيه اكتشاف حقيقة علمية صادمة لكثير من الأوساط العلمية العالمية، وسيكون لها دوي وتموج هائل تتناقله وكالات الأنباء الدولية باندهاش وتعجب. وذلك حينما يكتشف العالم ما أخبر به أهل البيت عليهم السلام قبل أكثر من 1000 سنة في العديد من الروايات، من أن هذا الكون الواسع الرحب ليس كله خرابا قفرا كما يراه البشر الآن، بل يسكن بعض عوالمه المليارات من المخلوقات الفضائية العاقلة، وإنها قد استعمرت بعضا من تلك النجوم. فعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن من وراء عين شمسكم هذه 40 عين شمس فيها خلق كثير، وإن من وراء قمركم 40 قمرا فيها خلق كثير، لا يدرون أن الله خلق آدم أم لم يخلق. وفي رواية كتاب الخصال للشيخ الصدوق عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن لله عز وجل 12,000 عالم، كل عالم منهم أكبر من 7 سماوات و7 أراضين، ما يرى عالم منهم أن لله عز وجل عالما غيرهم،
وإني الحجة عليهم. على أن بعض هذه المخلوقات الفضائية سيتم لها الاتصال مع بني البشر وستهبط على هذه الأرض، وذلك زمن ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وسيكونون من أنصاره الذين يحارب بهم أعداءه. ففي الرواية في صفتهم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: لهم تقديس وتمجيد ودعاء واجتهاد شديد، لو رأيتموهم لاحتقرتم عملكم، يصلي الرجل منهم شهرا لا يرفع رأسه من سجدته، وجوههم مشرقة بالنور، لهم دوي إذا صلوا كأشد من دوي الريح العاصف، منهم جماعة لم يضعوا السلاح منذ كانوا ينتظرون قائمنا، يدعون الله عز وجل أن يريهم إياه، وعمر أحدهم 1000 سنة، ولهم خرجة مع الإمام إذا قام، فإذا أمرهم الإمام بأمر قاموا عليه أبدا حتى يكون هو الذي يأمرهم بغيره. لو أنهم وردوا على ما بين المشرق والمغرب من الخلق لأفنوهم في ساعة واحدة لا يختل فيهم الحديد. لهم سيوف من حديد غير هذا الحديد، لو ضرب أحدهم بسيفه جبلا لقده حتى يفصله.